ويسون الجهة. الأولوية للمستثمرات الفلاحية. بعد بسم الله الرحمن الرحيم التحية. اليوم كنشوفوا نظام على إكزومبل ولهذه الغاية من المهم عن حلول ملموسة تتلائم مع الرعاوية وتربية المواشي وزير الموارد المالية نقص الوعي بجدوى الاستخدام والخبرات وهذا بضمان تنسيق أفضل لتنفيذ البرامج الاستراتيجية هذا اللقاء مع خبراء في ميدان الطاقة المتجددة وقطاع الفلاحة والمياه والأمن المائي من أجل تحقيق هدف استراتيجي وهو الاكتفاء الذاتي فيما يخص الحبوب والبقول الجافة، وكل هذه كانت من مخرجات برنامج الحكومة المنبثق عن تعليمات السيد رئيس الجمهورية للعمل مع قطاعات عدة لتحقيق الأمن الطاقوي والأمن الغذائي. وهذا الحلول الميدانية تخص المساحات البعيدة عن الشبكة الكهربائية، وسنعمل كقطاعين من أجل تشجيع المؤسسات العامة والخاصة في الاستثمار في تقنية الطاقة المتجددة لاستغلالها في الفلاحة وتطوير استعمالها في مختلف المجالات من السقي والتبريد والتخزين، وأملنا كبير في انخراط الفلاحين في الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي بصفة عامة. Parce qu'aujourd'hui, les établissements qui gèrent donc l'eau et l'assainissement plus l'irrigation, donc l'énergie représente un coût très important dans le déficit. Donc là, je vous encourage à aller dans ce sens, et on va inchallah encourager nos investisseurs Kedarika donc à aller dans le sens donc à investir dans les zones éparses dans le grand sud etc. voilà الانتاج الوطني راه 100% على حسب كل الرش المحوري والرش التكميلي. هذا ما يعني بان عندنا قدرات هامه لاولا توسيع المساحات الفلاحيه ورفع الانتاج خصوصا في المواد الاستراتيجيه منها كما تفضل به السيد الوزير الحبوب والبقول الجافة، إنتاج الحليب، إنتاج الخضر ذات الاستهلاك الواسع، ورابعا في قضية تربية الحيوانات وخصوصا اللحوم البيضاء. هذه الأهداف هي أهداف استراتيجية، وخصوصا رانا على باب سيدنا رمضان وفيه إن شاء الله نهيو إن شاء الله كل السوق اولا يكون بتوفير الانتاج الفلاحي مع زملاء وزاره التجاره ان شاء الله تكون عندنا ضبط في الاسعار باذن الله، ونوصوا الزملاء تاع وزاره التجاره رانا في عمل معهم باه يكون فيه ان شاء الله كما تفضل به السيد الوزير الاول هو على دي بري بلافوني يكونوا تسطيح تاع تسقيف بارك الله فيك تسقيف الاسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع. هذا يعني ضروري لكل مجتمع الجزائري والمواطنين.